انسحاب، ايه اللي حصل؟ المباراه كانت النهارده في ملعب انبي مش كده؟ احنا رحنا المباراه اللي انا عايز حضرتك تركز معايا في النقطه دي، لان دي في غايه الاهميه قبل الكوره وقبل اي حاجه. اللي انت البنات انت بتروح معسكر، بتجهز تدريباتك خلال الاسبوع، بتصرف في فندق، بتصرف في باص، في مصاريف، في مصروف، بنعمل ده عشان نلعب. ولما بنلعب في الاول وفي الاخر عمر النادي الاهلي ما بيروحش يواجه حد وما يروحش ولا ما يلعبش ولا بيعمل اي حاجات انت تفكر فيها او اقعد افتش في نواياك. انا مش المفروض اعمل كده، المفروض عملت فرقه بلتزم بلعب ايا كان النتيجه، خسرت يبقى بخسر بشرف، كسبت فبكسب بادائي ومجهودي ومجهود فرقتي. ده الواقع بتاع الكوره الطبيعي الواحد اتعلمه. احنا في نقطتين في غايه الاهميه. النقطه الاولى اللي اللائحه بتقول بالاهداف بتاعت اتحاد الكوره. طب انا النهارده الفريق ما بيلعبش قصادي ومع فرقه ثانيه بيروح يلعب يخسر سبعه، فاديته سبع اهداف او ست اهداف وخسر مني انا بالانسحاب 2-0 بس. باتنين بالظبط. في كم مباراه حصل معانا كده؟ دي ثالث مباراه ولا ثاني مباراه؟ فده صعب جدا. ده واحد. اتنين، لازم يبقى في عقوبه عشان انت تمنعه يعمل ده. لازم في لائحتك يكون في عقوبه للي هينسحب، للي مش هيلعب، للي يقول لك الاسعاف، للكلام ده كله. فالطبيعي تعمل عقوبه شديده برقم كبير عشان لو عملها مره مش هيعملها الثانيه. بس هم النقطتين دول اللي انت اللائحه هتتغير. يعني هو لو قال المنسحب يبقى خسران 8-0، ما هو ما حدش هينسحب. لا، هو دايما كان بيتقال. ايه يا كابتن شادي؟ بيتقال انه الفريق المنسحب اثناء المباراه بيبقى مهزوم 2-0 ما لم تكن نتيجه المباراه قد توقفت عند عدد اكبر. يعني انت كسبان الاتحاد 8-0، لما فريق الاتحاد ينسحب ما تخسرش انت، ما تبقاش النتيجه 2-0 بس، تعتمد ال 8-0 على الاقل. بالظبط بالظبط، ما ده اللائحه موجوده فيها ده. لا، لازم يضاف اليها ما لم تكن النتيجه. لا، ما هو بيقول لك طبقت كده. ايوه، ما بتتحسب 8، بس انا بتكلم في ايه؟ والله فريق ما لعبش زي النهارده مثلا، ما لعبش، فالغرامه تبقى 100,000 عشان ما يعمل ولا اي نادي يعمل كده اصلا، بما فيهم النادي الاهلي. انا بتكلم على العداله، على الناس كلها، مش على الاهلي بس. اللي هو 100,000 جنيه عشان هو عارف هيدفع مبلغ كبير، فهيضطر، هو مضطر يلعب، هو مجبر يلعب. هو الانسحاب كان بسبب ايه؟ الانسحاب نزلنا الملعب سخنا، كان في اسعاف بره كنت شايف. انا بقى بقول لك الحقيقه اللي حصلت، وانا ما اتكلمتش، انا اول مداخله ليا في الموضوع ده. الحقيقه اللي احنا رحنا كان في حد مسؤول هناك في الملعب، جه اتعامل معايا بشكل شخصي، اتكلمنا وعادي خالص. الفرقه سخنت، الحكام نزلوا، قال لي كان في اسعاف، بس الاسعاف في حد تعب فراحت تنقله للمستشفى. فالحكم منتظر الاسعاف، لان انا صريت اللي لازم الاسعاف، خصوصا حد بعد منين؟ حد من الفرقتين ولا حد من بره المباراه؟ لا حد مسؤول من انبي تبع فريق السيدات، جاء مسؤول جوه الملعب الاستاد اللي هناك. فخلاص تواصلت معاه، قلت له لازم اسعاف، خصوصا بعد واقعه كفر الشيخ اللي حصل. صحيح. اللاعب اللي ربنا يرحمه يا رب ويصبر اهله. فالطبيعي انت بتتعلم من موقف بعيد عشان ما يحصلش في ملعبك، فالاسعاف تبقى موجوده. أي. بس اللي اتكلمت مع الحكمه كابتن يارا، قالت لي كابتن شادي احنا في وقت تقريبا 25 دقيقه بعدها هصفر للنادي الاهلي فايق. قال لك الاسعاف جايه في الطريق. خلص الماتش واحنا الباص بتاعنا، لقينا اسعاف واقفه قدام كده، يعني بعيد عن الملعب شويه، بحوالي 300 400 متر. هنهزر؟ انتوا عايزين الحقيقه ولا اطلع على الهواء اكذب؟ يعني الحقيقة كانت مستخبيه. مش عايز اقول كده، مش هفتش، لكن متشافه نقصد. اللي وراها لي الباص بتاعنا قال لي يا كابتن بص الاسعاف اهي موجوده واقفه، فصوروها. حلو. انا بسال سؤال، انا مش بخص نادي انبي بالمناسبه، انا بحترم نادي انبي وبحترم كل الانديه، لكن سمعت من بعض الكلام، مش عارف صح، من احد المواقع كلمني قال لي اللي في مسؤول من انبي بيقول اللي هو الاداري غلط او نسي يكلم الاسعاف. يبقى احنا كده في مشهد بنهزر، لان نادي انبي نادي كبير ونادي انا احترمه على المستوى الشخصي واحترم مسؤوليه، ومفيش مشكله في الامكانيات يعني. بالظبط، لما الاقي نادي امكانياته بسيطه بيعمل ده
انا برضو مش بفتش في نوايا حد، بس مش طبيعي يحصل كده، مش طبيعي، مش طبيعي. يعني المباراه ما ابتدتش ولا ابتدت وتوقفت خالص؟ ما ابتدتش اصلا. اصلا الحكمه تمسكت باللائحه. تمسكت وكان في استياء من مراقب المباراه. استياء جدا، لانه زي ما انا قلت لك كان وجهه نظره النادي انبي نادي كبير، فده ما ينفعش يحصل، فالاسعاف ما تبقاش موجوده. انا بقى هحسبها كنادي اهلي وكمسؤول جوه النادي الاهلي، هحسبها حساباتي انا، اللي انا عايز العب علشان العب مباراه بجديه واعمل سكور واكسب، لان انا واثق في امكانيات فرقتي، عشان لما يجي اللائحه اللي بتقول عليها اتحاد الكوره ابقى انا فارق سكور، ابقى محافظ على الاول، لان النادي الاهلي منوط بيه الجمهور والمركز الاول دايما. انا الثاني بالنسبه لي زي الاخير. انا اتربيت كده وعشت كده، والبنات اللي معايا دلوقتي ثقافتها كده. لا وانت حاطط لي لائحه بتقول لي البطوله تحسم بالنقاط والاهداف، فكده انت بتحرمني من فرصه تسجيل اهداف اكتر من الاثنين، والفرصه دي هياخدها غيري. حضرتك الاسبوع قبل اللي فات لعبنا 38 دقيقه ثم الماتش انتهى والفرقه انسحب، طب اعمل ايه؟ مش لازم اتكلم؟ مش لازم ادافع عن حقوق ناديه وعن حقوق ناديه، والناديه ده ليه جمهور بالملايين، حقهم اللي انا دافع عن حقوقهم، فحق النادي الاهلي عليا كمسؤول ان انا اطلع واقول الكلام ده، لان على اتحاد الكوره لازم، وكلنا كمنظومه بقى خلينا نتكلم بصراحه، اللي مش مؤمن، يعني في ناس اصلا حتى النهارده في عقليات صعبه التعامل معاها فيما يخص بتتعامل مع الكوره رايحين يلعبوا، ما بالك هو مش في ناس لا تؤمن ان في حاجه اسمها كره قدم سيدات، ومش باصين حواليهم المغرب بتعمل ايه والعالم كله بيعمل ايه. صحيح، احنا ما عندناش النادي الاهلي لما دخل يا استاذ ابراهيم المجال السنه دي اول سنه القاعده بتوسع. أيوة. وحصل انتشار للعبه وشعبيه للعبه طبعا. بالظبط، بس فاحنا بنشتغل، مش هقول حقق، مش نجاح باهر اللي انا بقوله، انا مش ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي، ولكن بنسعى للافضل عشان عايز العب بطوله افريقيا، عشان عايز اروح كاس العالم للانديه، وده حق مشروع ليا وكنادي ولفرقتي البنات اللي موجوده. فاول لكن مشاركة. كل مره نروح باحباط. طب هل كل نروح محبطين؟ هل بتفكر تقدم مذكره للجنه المسابقات على وقائع الانسحابات وتكرارها؟ المفروض ان في مراقب. بالظبط. انا بقى هقول جمله ومحدش يزعل مني، وانا من خلال قناه ناديه اللي هي المنوط بيها تدافع عننا. أيوة. والله المسؤول لازم يبقى عنده فيجن. يعني ايه فيجن؟ يعني هو شايف اللي بيحصل كده رؤيه. طب ما تعالج، هو لازم ابعت لك مذكره، ما تعالج لوحدك، لا تكرار الانسحابات كمان، لان بتهدر حقوق فرقه بتوقف الفوز عند رقم معين. طيب غيرها بياخد الفرصه دي. نخش بقى على المنافسه الحقيقيه. هو انت قلت المسار دي اللي هي توت عنخ آمون. كانت توت عنخ آمون بقت مسار. ايوه بالظبط. طيب